بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم للإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، والسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، يتقبل هذه الأعمال والزيارات ببركة الصلاة على محمد وآله. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا العالم اقتضت حكمته أن تكون الأمور بالتدريج وأن لا تكون دفعة واحدة. فلذا في بداية الخلق الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقدر أقوات الأرض في أربعة أيام. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ لماذا قدر أقوات العالم كما في سورة فصلت في أربعة أيام، مع أنه كان في إمكانه وفي قدرته تعالى أن يفعل ذلك في لحظة أو في أقل من لحظة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العالم أن تكون أموره متدرجة، ولذا في كل شيء هناك تدرج. يعني الطفل مثلا يولد وتدريجيا يتعلم الكلام، يتعلم المهارات الفردية والاجتماعية، ثم يذهب إلى المدرسة يتعلم الكتابة والدراسة، والإنسان يحصل تجارب في حياته إلى أن يصل إلى مرحلة النضج. وهكذا في كل الأمور. الكلام أن على الإنسان أن يراعي هذا الأمر المتدرج فيجعل الأمور في أوقاتها، لكل شيء وقت. إذا الإنسان استعجل ذلك الوقت أو تأخر فإنه يصاب بالمشاكل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
يقول في كلمة له: ومجتني الثمر قبل إيناعها كالزارع بغير أرضه. الثمر حينما يبدأ حسب التعبير بدو الصلاح، في بعض الأشجار أزهار، ثم هذا الثمر يبدأ بمراحل إلى أن يصل إلى مرحلة النضج أو الإيناع. إذا الإنسان قبل مرحلة الإيناع يقتطف الثمرة لا يستفيد منها، وكذلك إذا جاوز الوقت تفسد الثمرة. إذا الثمرة بقت على الشجرة أكثر من وقتها ولم تقتطف في أوانها تفسد تخرب. لذا على الإنسان في كل حياته أن يراعي هذه المسألة ويدقق ليرى أن الأمر هل حان وقته أم لا، لا يستعجل في بعض الأمور قبل وقتها أو يستأخر يتأخر، وفي كلا الصورتين يتضرر. أجا واحد في يوم السقيفة وطلب من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن ينهض ويأخذ حقه بالقوة، فالإمام عليه السلام ما استجاب لذلك الأمر، ما قبل أن يجرد سلاحه. كذلك أبو سفيان إجا وحرض الإمام وقرأ شعر عادة يقال للإنسان المتخاذل الذليل: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان. وفي الشعر أنه الأذلان من هما؟ الوتد والحمار، هذا من الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. هذه من أشعار العرب، قراها وخاطب الإمام عليه الصلاة والسلام حتى يحرك فيه أن يجرد سلاحه، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام رفض وقال هذه الكلمة في البداية: أيها الناس، موجود في نهج البلاغة، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، إلى أن يقول: ومجتني الثمر قبل إيناعها كالزارع بأرض غيره. إذا واحد زرع في أرض غيره يستفيد من هذا الزرع؟ لا، لأن صاحب الأرض يقول هذا زرعي. والمجتني للثمر قبل إيناعها كذلك. كان غرض أبو سفيان أنه الإمام يجرد سلاحه فيقتل فينتقم من الإمام لقتلاه في بدر وأحد وحنين وغيرهن، بهذه الطريقة أن يحرض على أن يجرد السلاح، ما إلى أن صار يقتل، فلما قتل ينتقم منه ولكن بطريقة غير مباشرة، أو أنه ينشغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا فيستغل الفرصة ويجيب جيش وكذا ويقضي على الإسلام والمسلمين. على كل حال أحد أصحاب الإمام أيضا جاء وطلب من الإمام أن يجرد سيفه، الإمام رفض. في يوم الجمل الإمام شاف هذا الصاحب يوم الجمل، وكان جيش الإمام بالآلاف في ذاك اليوم. الإمام عندما شافه قال له جواب ذاك الكلام اللي قبل 25 سنة أو أكثر كان ذاكرة للإمام، لأنه بين السقيفة ووقعة الجمل حدود 25 أو 26 عام، لأن السقيفة كانت سنة 11 للهجرة ووقعة الجمل كانت في السنة 36 من الهجرة، حوالي 25-26 سنة. الإمام شافه جاوبه، قال له: انظر إلى هؤلاء، معنى كلام الإمام،
جيشه. ذولا وين يوم السقيفة وين كانوا؟ أين كانوا في يوم السقيفة؟ فهذا الصاحب أجاب: كانوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الإمام عليه السلام: قال إن هؤلاء لم يكونوا في يوم السقيفة، لذا لم أنهض. أما الآن هؤلاء الله عز وجل خلقهم بعد يوم السقيفة وجعلهم أنصار لي، فتمكنت من أن أنهض وأطالب بحقي. فذاك اليوم يوم السقيفة صحيح الإمام هو المعين من قبل الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وفي غير يوم الغدير بيّن هذا الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن الإمام حكيم حسب بعض التأويلات الروايات، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي بعض الزيارات تأويل الآية أو تفسيرها بأن المقصود أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فالإمام حكيم لا يتصرف تصرفا يناقض هدفه، الهدف هو إبقاء الإسلام، أما يتصرف تصرف عاطفي وهذا التصرف العاطفي يسبب مقتل الإمام ومن ثم زوال الإسلام، ما يتصرف هذا التصرف، كان في وقته. أما في اليوم الأول ما كان في وقته، الثمرة ما ناضجة، لذا كان النهوض خطأ والإمام لم يقم. أو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والإمام الحسين، البعض يسأل لماذا الإمام الحسن قعد والإمام الحسن قام، مع أن هذا السؤال خطأ من أساسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد. الحسن قام وقعد، الحسين قعد وقام كلاهما. الإمام الحسن في الأشهر الأولى بعد استشهاد أمير المؤمنين قام، وبعد ذلك لمصلحة الإسلام قعد حوالي 10 سنوات. الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية أمره 10 سنوات قعد، لأن الإمام الحسين بعد استشهاد الإمام الحسن 10 سنوات في زمان معاوية قعد، وبعد ذلك في الأشهر الأخيرة من حياته المباركة 6 أو 7 أشهر قام. لذا الرسول يقول: الحسن والحسين إمامان قاما أو إن قاما وإن قعدا. ما قال إن قام أحدهما وإن قعد الآخر، لا، كلاهما قام وقعد. لماذا الحسين عليه الصلاة والسلام والحسن في بداية الأمر، الحسين في بداية الأمر والحسن عليهما الصلاة والسلام قعدا؟ لأن ما كان مصلحة في تجريد السيف والقيام. لماذا؟ لأنه كان معاوية أخطبوط وإلى خطط جهنمية وشيطانية، وحسب تعبير الإمام الصادق شيطنة كان عنده، ما كان عقل، شيطنة، النكراء شبيهة بالعقل وليست بعقل. لكن يزيد كان يتصرف تصرف أخرق، ولذا القيام أمام معاوية للحسن عليه الصلاة والسلام وللحسين كان خطأ يضر، لذا لم يقوما بهذا الأمر. أما القعود مقابل يزيد كان خطأ، فلذا الحسين عليه الصلاة والسلام قام أمام يزيد، صار وقته، قبل ذاك لم يكن وقته، بعد ذاك كان وقته. فلذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتصرفون بالحكمة لأنهم معصومين ولا يخطئون، تصرفهم بحكمة كان زين. الأمور بعد أن ثبت أنها في هذا الكون تدريجية، وبعض الأمور وكل الأمور لها أوان، قبل ذاك الأوان أو بعد ذاك الأوان الإنسان إذا يقدم يكون من المخطئين. علينا إحنا في أمورنا أن نراعي هذه القاعدة التي الله عز وجل جعلها في كل أمور الكون، نحاول أن نكتشف أوان الأمور
وأن نعمل بتلك الأمور في أوانها، لا قبل الأوان لا بعد الأوان. هاي الآية الشريفة التي تلوناها في بداية الكلام، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه الآية فيها أبعاد مختلفة ومتعددة، من جملة الأبعاد هذا الكلام اللي أشرنا إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس في المجلس، يستقبل في المسجد، يستقبل الناس، يقضي حوائجهم، يدير شؤون الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وما إلى ذلك. ثم بعد صلاة الظهر كان يذهب إلى البيت، فبعض الناس خاصة اللي جايين من برا، وفي تفسير هذه الآية ذكر وفي شأنها أن الأقرع ابن حابس وجماعة كانوا جايين، والرسول في الدار، اجوا وينادون بصوت عالي: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، صلى الله عليه وآله. فنزلت الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأن بيت النبي ما كان بيت كبير، حجرات، غرف كانت لكل زوجة غرفة، وهذه الغرف ملاصقة بالمسجد. وكذلك بعض الأصحاب أيضا كان بيوتهم ضمن هذه الحجرات ملاصقة بالمسجد، من جملة بيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وسد الأبواب إلا بابه، بيت العباس، بيت بعض الصحابة الآخرين المهاجرين. يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا. هذا الآن مو وقته، وقت استراحة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الآن مو أوانه، مو وقته، اصبر حتى يحين أوانه. طبعا الآية إلها أبعاد مختلفة، منها توقير الرسول صلى الله عليه وآله، منها بيان قلة عقل هؤلاء الذين كانوا ينادون من وراء الحجرات. طبعا الآية هم بها نكتة أدبية لطيفة، الآية تقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، مع أن كلهم ما كانوا يعقلون، لأن من هذا فعله وشأنه فهو لا يعقل. لماذا الآية عبرت أكثرهم لا يعقلون؟ هذا من الآداب الاجتماعية، إذا الآية كانت تقول كلهم لا يعقلون كان يسبب انزعاج لهم، بس عندما تقول أكثرهم لا يعقلون فكل واحد يستثني نفسه، يقول أنا من الأقل، حتى لا يصير لهم انزعاج من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من القرآن أو من الإسلام، لأن القرآن جاء لهداية الناس لا لتنفيرهم. فإذا هم أكو تقريع، هذا تقريع مقدم للهداية وليس للتنفير، فلو يقول كلهم لا يعقلون لعله كانوا ينفرون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، هسه في جانب توقير الرسول صلى الله عليه وآله واحترامه، جانب آخر تعليمنا الآداب الاجتماعية، نتعلم الآداب الاجتماعية. من جملة الآداب الاجتماعية أنه احترم وقت الآخرين، احترم خصوصيتهم، إذا أمر ما في اضطرار واستعجال فوري، خلي الشخص إذا مع عائلته استراحته كذا، لا تعكر صفو أسرته مثلا، وما إلى ذلك من أمور اجتماعية نتعلم نحن. ومن جملة الأمور أنه نضع الأمور في أوانها، هذا الوقت مو أوانه، اصبر ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. ليش خير لهم؟ لأنه الإنسان إذا يجي في غير وقت يطلب حاجة، طبعا هذا ليس في الرسول صلى الله عليه وآله، لكن لعله هذا الشخص المسؤول منه ما يستجيب، تعبان في غير وقته، يثير انزعاجه فلا يقضي تلك الحاجة. فأنت إذا تريد تقضى حاجتك مثلا، تقضى حاجتك، فتعال في وقت المناسب لا في الوقت غير المناسب. هذه طبعا أمور مختلفة بالنسبة إلى هذه الآية، بس الشاهد أن الإنسان يجعل الأمر في أوانه وفي وقته، لا يستعجل ولا يستأخر.
طبعا شنو أوان الأمور؟ تختلف الأمور، بعض الأمور يحتاج فيها الصبر وبعض الأمور يحتاج فيها التسريع. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا. من أين نعرف الأمور؟ إذا الشرع معين فإحنا لازم نتعلم من الشرع. يقول تعلموا منهما ولا تعلموهما. الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للقرآن والعترة يقول اتعلم منه، مو أنه تحاول تعلمه. إحنا في كثير من الأحيان عملا نترك كلام القرآن الآيات الشريفات ونترك كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ونأخذ بآرائنا. يعني شنو؟ يعني إحنا نعلم القرآن وأهل البيت عملا، إذا هم ما نطقنا ولم نفه بهذا الأمر لكن عملا هكذا يكون. يعني مثلا نستفد مثال من وحي المشاكل الاجتماعية اللي موجودة. رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة وروايات متواترة تؤكد تأكيدا شديدا على الزواج المبكر. من سعادة المرء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كذا أنه بنت في أول بلوغها يزوجها. إحنا شنو نقول الآن عادة؟ نقول صغيرة. يعني شنو صغيرة؟ يعني أنا أرد أعلم الله، أرد أعلم الرسول، الرسول يقول بكر، أنا أقول صغيرة. الله عز وجل يقول إن يكونوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إحنا شنو نقول؟ أنا ما مكون حياتي، ما عندي بيت، ما عندي سيارة، ما عندي وظيفة كذا. الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أنا أقول لا. فمعناه شنو؟ عملا قد باللسان لا نكذب لكن عملنا يخالف ذلك. وقت الإسلام معينة، أنا أخر عن وقته. الإنسان الشيء إذا أخره عن أوانه النتيجة شنو تكون؟ مشاكل تكون. على كل حال، لماذا؟ لأنه إحنا الله عز وجل يقول شيء، نحن عملا نقول شيء آخر. أخرنا الأمر عن أوانه بأي حجة بأي عذر، وكأن الله ورسوله لم يكونوا يعلموا هذه المشاكل الموجودة ومع ذلك صدروا الأحكام وبينوا فتصير مشاكل كثيرة وجمة. هناك مشاكل اجتماعية كبيرة، المشكلة عندما تحدث على الإنسان حسب الروايات وسيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، المشاكل الاجتماعية لازم يحلها في أول ظهورها، لا يأخر المشكلة حتى تكبر هذه المشكلة. لكن نحن عادة نؤخر، خاصة في المشاكل العائلية والأسرية والاجتماعية، نؤخر 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 إلى أن المشكلة تكبر 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 تصير عصية عن الحل. الآن ماكو مشاكل اجتماعية كثيرة حتى بين الأقرباء، عندما تراجع إلى أسباب هذه المشكلة ترى أمرا بسيطا تافها كان يمكن حله بكلمة أو بتنازل بسيط أو بتواضع، لكن هاي المشكلة شوية شوية ككرة الثلج المتدحرجة كبرت 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 إلى أن صارت عصية عن الحال. وش قد يعصى الله سبحانه وتعالى في هذه المشاكل من الغيبة والتهمة والنميمة وما إلى ذلك، الله العالم. هناك رواية أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في المدينة اجى احد بني عمومة الإمام من بني الحسن فتكلم مع الإمام بكلام خشن وارتفع صوته كذا. يصير بعض الأحيان بين الأسر بعض المشاكل على كل حال أو بعض التوقعات، لا تقول أنا على حق،
وأنت أخو أكثر من الإمام الصادق المعصوم 100% على حق، وابن عمه كان 100% على خطأ. زين، طبعا تأثروا الأصحاب بأنه على كل حال هذا ابن عم الإمام هالشكل يجي مثلا يهين الإمام في مجلس عام أو يتكلم بكلام. يقول في اليوم الثاني مبكرا كنت، هو هذا الراوي يقول، كنت أمر وإذا بي رأيت جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على باب عبد الله بن الحسن ابن عمه، عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عجيب، البارحة هذا ابن العم بهكذا كلام يتكلم، وهاليوم الإمام جاي على باب بيته. فيقول وقفت حتى أشوف القضية شنو هي، شوف عبد الله فتح الباب والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كلام ما معناه أنه ما أردت أن أكون قاطعا لرحمي. فعبد الله هو اعتذر من الإمام زين، وقبل وجه الإمام عليه الصلاة والسلام وعانق الإمام واعتذر هو من الإمام، لأنه هو كان على خطأ. بعض الأحيان في العركات لما تصير الإنسان هو يدري على خطأ، لكن كبرياء لا يسمح له بأن يتنازل، مع أن التواضع من تواضع رفعه الله. على كل حال زين، مشكلة انحلت، والطرف المقابل هو أقر بأنه هو كان مخطئ. لو احنا كنا نقول زين أنا على حق وذاك على باطل، قوترا مسوي هذا العمل مو صحيح كذا، وشوية شوية فت قضية بسيطة تكبر تكبر، بعدين يدخل الشياطين الإنس والجن، وإذا تشوف عشيرة قسميا مئات السنين أكو تقاطع بينهم وتنافر أكو بينهم، أو هناك أسرة واحدة أقرباء سنوات طوال لا يكلم أحدهم الآخر، وش قد معاصي تصير الله العالم. ففي المشاكل الاجتماعية الإنسان يحاول في البداية يحل المشكلة ولو كان تواضعا، ولله سبحانه وتعالى الله يرفعه، من تواضع رفعه الله. أما إذا الإنسان ما يتواضع، حتى الآية الشريفة في مشاكل الزوج والزوجة تقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. الآية ما تقول إذا صارت مشكلة ذاك الوقت ابعث الحكم من أهله وحكم من أهلها، وإن خفتم، والفقهاء يقولون الخوف حتى درجة 10% 20% هم يطلق عليه خوف. ولذا في مسألة الصوم يقولون أنه إذا واحد يخاف من الضرر، مو بالضرورة نسبة الاحتمال الضرر تكون 70%، لا، حتى نسبة احتمال الضرر تكون 20% 30%، بس ضرر بالغ بحيث أنه يحرم معه الصوم. يقول هذا الخوف، يعني واحد يخاف أنه إذا صام 10% احتمال أنه يفقد بصره. زين، حتى احتمال 10%، الطبيب قال له إذا صمت احتمالا 10% تصير أعمى، هذا الصوم يصير عليه محرم أصلا، وإذا صام صومه باطل لأن العبادة منهي عنها. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، حتى المشكلة أكو احتمال مشكلة تنحل من الجذور، وهذه المشكلة لا تستمر ولا تكبر. ومثل ما ذكرنا شياطين الإنس والجن يدخلون في الخط ويخربون الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا وإياكم لأن نتبع القرآن ونتمسك به، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما خلفهما رسول الله في أمته في كل صغيرة وكبيرة، ويوفقنا أن نقتنع بهذا الكلام أن الله ورسوله وأولياءهم أعلم منا ويفهمون أكثر منا عملا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس
بأعبق البركات. تحيا العقول إذا أنار طريقها